على مائدة الزمن شاورما. ممكن يختلفوا الناس بين بعضهم بالكتير من أمور الحياة، لكن شيء واحد ممكن يجمع بين غالبيتهم وهو حب الشاورما، هالطبق الشهير يلي يعد واحد من أكثر المأكولات الشعبية بالوطن العربي. فمين يلي اخترع الشاورما وشو أفضل طريقة لتحضيرها بالبيت؟ الشاورما هي أحد أشهر أنواع الأطعمة السريعة، لاسيما بالوطن العربي وخاصة ببلاد الشام. هي عبارة عن قطعة دجاج أو لحم تعلق على سيخ كبير وتشوى على النار، بيكون مصدرها إما الغاز أو الفحم. بتقول إحدى الروايات إنه الشاورما عثمانية الأصل، وتحديداً من ولاية بورصة، وبيعود تاريخ صناعتها للفترة الممتدة بين 1850 و1870. اخترع شخص اسمه محمد اسكندر أفندي يلي تنسب لإلو الأكلة. بأكد هالشي أحفاده يلي توارثوا هالمهنة عنه، وبيقولوا إنه جدهم اسكندر هو أول مخترع للسيخ العمودي، وبيشرحوا إنه سبب شوي اللحمة على هالسيخ لحتى يحافظ على محتويات اللحم من العصارات والدهون بالوقت يلي رح يفقدها إذا تحضر أفقياً، فبتضيع معه كتير من النكهات. وتشير الرواية إلى إنه الاسم القديم للشاورما كان شيفيرما، وبيعني باللغة التركية الدوران، وذلك نظراً لدوران سيخ الشاورما إما على النار أو الحطب، لكن تغير اسمها مع مرور الوقت ليصير دونر، وهي مختلفة بعض الشيء عن الشاورما يلي منعرفها ببلاد الشام. بتقول الرواية التركية إنه الشاورما انتقلت للعرب عن طريق الحجاج الأتراك يلي كانوا يعبروا لسوريا برحلاتهم إلى الحج. بالنسبة للعرب وخاصة سكان سوريا، بيعتبروا إنه أصول الشاورما بترجع لإلن، وبيتمسكوا بشدة بهالرأي، ودليلهم إنه التوابل والبهارات يلي بتنحط على الشاورما هي توابل عربية وشرقية وغالبيتها غير موجودة بتركيا، كما إنها تقدم عن طريق لفة بالخبز العربي يلي هو كمان منه موجود بتركيا. رغم ذلك تعتبر بعض الدول إنه قدير نورمان، وهو شخص ألماني من أصول تركية، هو المخترع الأساسي للشاورما أو ما يعرف بألمانيا باسم دونر. بدأ قدير يلي يطلق عليه اسم أبو الشاورما ببيعة للألمان سنة 1973 داخل أحد أفران الخبز ببرلين، وكان سبب أساسي بشهرته بهيدا المكان قبل ما يتوفى مؤخراً سنة 2013 عن عمر ناهز 80 سنة. من القصص الطريفة يلي بتبين تعلق الشعب التركي بأكلته الشعبية الأولى الشاورما، إنه سنة 2020 أقدم شاب تركي على الانتحار بمدينة أنطاليا، وحاولت فرق الإنقاذ إقناعه بالعدول عن قراره إلا إنها ما قدرت تنجح. وبعد ما وعدوه بأنه يعطوه كيلو من الحلويات ورغيف شاورما بحال تراجع عن قراره، قبل الشاب بالعرض وتراجع عن فكرة الانتحار. ومع أنه الشاورما التركية بتشبه العربية بطريقة الشوي والشكل، إلا أنه لكل منهم نكهة مميزة بتعطيها رونق خاص وبتجذب عشاقها. فالشاورما التركية بتخلى من البهارات الكتيرة مقارنة بالشاورما العربية يلي بيتفننوا طباخينا بوضع توابل مختلفة للحصول على أفضل طعم لإلها. بالشاورما التركية تعد الصلصة مكون أساسي، بينما بالشاورما العربية منلاحظ وجود صلصة الثوم أو الطحينة والمايونيز يلي بتشكل أساس هالشاورما
وبتعطيها نكهة شهية. العرب والأتراك بيقدموا سوا الشاورما على شكل ساندويشات أو بأطباق وعلى شكل وجبات.